تحتفل فيه كامل روسيا وشعبها اليوم. نهنئ طواقم السفن والغواصات والطائرات البحرية على رجولتهم وعلى قدرتهم، وكذلك قوات الإنزال وقوات خفر السواحل، كذلك نهنئهم على قدرتهم وحفاظهم للوطن وحفاظهم على مصير روسيا. إن أسطولنا يخدم بلاده بشرف ودون أي توان، وهناك رحلات واستكشافات على مسار الكرة الأرضية وتقدم في العلوم والتقنيات، وكان الأسطول كقلعة حصينة يقف أمام الأعداء في لينغراد وبيترابافلسك وسيفاستوبل والبحارة قوات الإنزال والمشاة البحرية حموا لينغراد وحدود روسيا. إن تاريخ أسطولنا قد شكل وحدد ماهية الأسطول وأهميته، وهي حماية الوطن. هذا العام قد جاء لأسطولنا بالكثير من التواريخ الذكرى، حوالي 320 عاما قد بلغ عمر أسطول البلطيق، 290 عاما عمر أسطول الشمالي، و 240 عاما عمر الأسطول البحر الأسود، وكذلك أساطيل المحيط الهادي وبحر قزوين تدافع على حدود بلادنا، وكذلك مصالح بلادنا في البحار والمحيطات وبتقاليد الشرف والفخر والحب للوطن يتابعون مسيرتهم. فهذه المسيرة تتطلب مسؤولية كبيرة ومهنية عالية وحزم شديد لمكافحة البحار الهائجة، وتعلمون قيمة الأسرة والوطن والبيت، ومن جيل إلى جيل تتوارثون الشيء المقدس وهو الحفاظ على الوطن، وإن رجولتكم تساعد على تنفيذ كل المهام للدولة وتبعث الفخر والعز لدى المواطنين على أعمالكم وأمجادكم. بيتر ستالبن منذ 100 عام قد قال أن هذا دليل على أن الشعب لديه قوة وإمكانية بأن يسيطر على البحر، واليوم يتم تنفيذ مهام سياسية بحرية ونزيد من قوة الأسطول، حيث دخل 30 سفينة جديدة في خدمة الأسطول، وكذلك الكورفيت ميركوري الذي سمي باسم البحار الأسطوري الذي فاز على سفينتين متسلسلتين. وعلى سفينة ميركوري قد رفع علم جيورجي البحري كتقليد واحترام لتقاليدنا، وكذلك كعزة وشرف. فهذه الصفات تظهر اليوم باسم روسيا. البحارة يقومون بكل ما في قوتهم ويظهرون بطولاتهم وشجاعاتهم وبسالاتهم كما قام أجدادنا سابقا، وأشكر
نشكر طواقم الأصول البحري على تنفيذ مهامهم بشكل رائع وعلى مضمونيتهم وشجاعتهم وثباتهم وعلى حبهم الكبير للوطن. ليحيا أسطول روسيا الحربي.